السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد. كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل شيل الكروشيه بغرزة جميلة جدا. هي غرزة الموجة بشكل مفرغ، هي غرزة مفرغة جميلة جدا وسهلة، والنتيجة حلوة قوي قوي، مناسبة طبعا لأي حاجة تانية غير الشيل المستطيل. تقدروا توظفوها في مشروع الكروشيه اللي انتوا عايزينه. الفيديو ان شاء الله هيعجبكم، فيلا انزلوا دلوقتي اعملوا لايك على الفيديو. لو كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة تفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس. وتعالوا الاول نشوف الخيط والابرة اللي هنستخدمهم. ادي الخيط بتاعي، الفتلة متوسط يمشي قوي مع الغرزة دي، الخيط الرفيع ويمشي برضو المتوسط، يعني السميك الى حد ما، يعني نبعد عنه شوية، خلينا في الخيط الرفيع والمتوسط هيبقى حلو قوي مع الغرزة دي، وانتوا برضو بتجربوا وبتشوفوا. والابرة بتاعتي رقم 3.5 ملم. ادي الابرة وادي سمك الخيط. يعني باختصار لو انتم مضطرين تستخدموا خيط سميك جربوه وشوفوا شكله مع الغرزة. ويلا نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة عايزين نشتغل سلسلة اللي هي سلسلة البداية. سلسلة هتكون بعرض الشال، وبعد كده نرتفع لحد الطول اللي احنا عايزينه. انتوا هتشوفوا من شكل الغرزة لما هنشتغلها، بس عايزين الاول السلسلة تكون من مضاعفات الرقم 19. اشتغل كده عقدة البداية. تعالوا نعد كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، وادي رقم 19. يبقى انا كده 19 سلسلة دول بشتغل بيهم مجموعة واحدة. عايزة اضاعف الرقم تاني، هرجع اكرر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، يبقى انا كده ضاعفت رقم 19 مرتين، هيطلع لي مجموعتين. وهتشوفوا بنفسكم دلوقتي يعني الغرزة شكلها واضح قوي. هنشتغلها بالأعمدة بلفتين. هضيف على الرقم ده اللي انا ضعفته اللي هو مضاعفات الرقم 19، هزود 1 2 3 4، يبقى عايزين سلسلة من مضاعفات الرقم 19 زائد 4، والأربعة سلسلة دول اللي انا اشتغلتهم بعتبرهم عمود بلفتين. هفوت 1 2 3 4 وهدخل هنا في رقم 5. يبقى الأربعة اللي انا فوتهم دول هعتبرهم عمود بلفتين، وهنكمل شغلنا بأعمدة بلفتين. هلف لفتين كده وهدخل في السلسلة رقم 5، اشتغل عمود بلفتين، وكده ده هيبقى العمود بلفتين رقم 2. اهو كده واضح، 4 سلسلة وبعدهم العمود بلفتين، ولسه مكملة في نفس المكان. هلف لفتين وادي كده العمود بلفتين رقم 3، عايزين نكملهم 5. يبقى انا كده اشتغلت اهو واضح 3، وادي كده رقم 4، و ادي 4، والعمود بلفتين رقم 5، وبس كده 5 أعمدة بلفتين بما فيهم الـ4 سلسلة، او زي ما انتوا شايفين كده. وقفوا الصورة وعدوا. والغرزة سهلة قوي، هلف لفتين مكملة شغلي بالأعمدة بلفتين، وهروح على الحلقة اللي بعدهم على طول، او السلسلة اللي بعدهم على طول زي ما تسموها، وهشتغل فيها عمود بلفتين واحد بس. نطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين، شغل كله سهل بالغرز الأساسية. بعد ما اشتغلت العمود بلفتين هبتدي ألف لفتين على الإبرة من غير أي سلاسل فاصل في الغرزة دي. هفوت سلسلة وهروح على اللي بعدها على طول، وهشتغل عمود بلفتين. هي الغرزة من تكرار سطرين، السطر ده وسطر غرز حشو. يبقى انا كده اشتغلت عمود واحد بس، هرجع لف لفتين وهكرر تاني، هفوت سلسلة وهروح على اللي بعدها، هلف لفتين. اهو شايفين في البداية كان في 5 عمود بلفتين، والأعمدة الفردية 3 لحد دلوقتي، شايفين واضح كده. ادي هنا 5 في البداية، والأعمدة الفردية 3، وهكمل عليهم، لسه مكملين بنفس الطريقة.
بعد ما لفيت لفتين هفوت سلسلة وهروح على اللي بعدها. خلينا نقول بقى ان ده العمود الفردي رقم 4. لو فهمت النقطة دي الغرزة كلها هتبقى سهلة. ولف لفتين هفوت سلسلة واروح على اللي بعدها، وده هيبقى العمود الفردي رقم 5. وارجع لف لفتين افوت سلسلة واروح على اللي بعدها. برجع اكد عليكم مش بنشتغل سلاسل فاصل، احنا بنفوت سلاسل بس علشان يدينا شكل الموجة. ارجع لف لفتين افوت سلسلة واروح على اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين. وبرضو انا هرجع اعد معاكم تاني دلوقتي. بعد ما اشتغلت عمود بلفتين الف لفتين هفوت سلسلة واروح على اللي بعدها. كل مرة بفوت سلسلة وبروح على اللي بعدها وبشتغل عمود بلفتين. ارجع تاني الف لفتين السلاسل واضحة، افوت سلسلة واروح على اللي بعدها. السطر ده مهم جدا علشان تلاقوه يظبط معاكم في النهاية، ركزوا فيه كويس قوي. ادي الاعمدة الفردية، هنعدها مع بعض ونراجع برضو شغلنا في الغرزة. ادي في البداية كان عندي الاربعة سلسلة، زودت عليهم الاعمدة 1 2 3 4، كده بقوا 5 عمود بلفتين. والأعمدة الفردية ادي كده 1، السلسلة اللي بعدها على طول فوتت سلسلة ورجعت اشتغلت العمود التاني اللي هو فردي، وكده 3 4 5 6 7 8 9، ما بين كل عمود والتاني بفوت سلسلة في السلسلة الأساسية. باقي السطور شغالين بقى على الشغل اللي احنا أسسناه ده بمنتهى البساطة. ألف لفتين وهنا مش هفوت سلاسل، هروح على طول على السلسلة اللي بعدها على طول، لان انا هدخل في مجموعة جديدة ويديني برضو شكل الموجة اللي انا عايزاه. ادي عمود بلفتين ولسه في نفس المكان، هدخل واشتغل العمود بلفتين التاني، وادي كده رقم 3، عايزين نكملهم 5. ادي كده 3 ولف لفتين واشتغل رقم 4 كله في نفس السلسلة، ولف لفتين واشتغل رقم 5. العمود بلفتين رقم 5، ادي الخمسة واضحين في نفس السلسلة انا اشتغلتهم، 5 عمود بلفتين، وادي شكل الموجة بيبقى واضح خالص معاكم من اول سطر بتشتغلوه. ودلوقتي بعد ما اشتغلت 5 عمود بلفتين في نفس السلسلة هبتدي اتنقل للمجموعة الجديدة، وبنفس الطريقة مش هفوت اي سلاسل، على طول هلف لفتين وهروح على السلسلة اللي بعدها على طول وهشتغل فيها عمود بلفتين، ولسه مكملة في نفس المكان، هلف لفتين وادخل في نفس السلسلة، انا مش هتنقل للي بعدها، وهشتغل العمود بلفتين رقم 2، وادي العمود بلفتين رقم 3، والعمود بلفتين رقم 4، واخر حاجة العمود بلفتين رقم 5. ادي 4، اشتغل رقم 5. الغرزة دي لو ريحت ايديكوا كمان شوية فيها في العمود بلفتين هتديكوا فراغات، فراغات يعني اوسع شوية، وهتزود من جمال الغرزة. ادي كده الشكل، ده شكل الموجة في السلسلة وفي اللي بعدها 5 عمود، وادي 5 عمود هنا، 5 5 اعمدة بلفتين، تمام كده 5. نتنقل للمجموعة اللي بعدها، او يعني المجموعة اللي انا شغالة فيها انهيها، احنا ضعفنا الرقم مرتين في البداية لو تفتكروا، يبقى هشتغل مجموعتين، الف لفتين وعلى طول على السلسلة اللي بعدها من غير اي سلاسل هفوتها، وهشتغل عمود بلفتين واحد بس. انا دلوقتي ببدأ شغل الاعمدة الفردية، يبقى كده ده 1 من 9، ادي كده اول عمود من 9. هنا هفوت سلسلة وهروح على اللي بعدها وهشتغل العمود بلفتين رقم 2 من 9، افوت سلسلة وادي العمود اللي بعده كده رقم 3، ولف لفتين واشتغل افوت كده سلسلة واروح على اللي بعدها وهشتغل رقم 4. انا بشتغل معاكم الغرزة وهشتغل كمان شوية في تكرار السطور، افوت سلسلة كده واروح على اللي بعدها واشتغل. جميلة بصراحة الغرزة دي، رقيقة قوي وبسيطة. افوت سلسلة واروح على اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين. قربنا نقفل السطر، ولف لفتين افوت سلسلة واروح على اللي بعدها
واشتغل عمود بلفتين، افوت سلسلة واروح على اللي بعدها، ادي الشكل سلسلة، واروح على اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين، وده العمود بلفتين رقم 8. فاضل لي رقم 9، الف لفتين، افوت سلسلة واروح على اللي بعدها، وهيتبقى لي سلسلة فاضية في الاخر، ده اللي احنا عايزينه. هشتغل كده عمود بلفتين، ده العمود رقم 9 من الاعمدة الفردية. تعالوا نعدها. يبقى كده دول ال5 عمود بلفتين اللي انا اشتغلتهم في سلسلة واحدة، وكده دول 9. تعالوا نعدهم مع بعض. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الشغل بتاعنا والشرح بالتفصيل جدا. لما بكتب لكم في عنوان الفيديو بالتفصيل للمبتدئين، يعني علشان المبتدئين الجرزة تبقى سهلة عليهم. الف لفتين، وهنا في اخر سلسلة هتبقى موجودة عندي اخر سلسلة فاضية، هشتغل عمود بلفتين، وعدوا معايا كده، ده العمود بلفتين رقم 1، لازم انهي السطر زي ما بدأته، وادي كده رقم 2، ادي كده 2، والعمود بلفتين رقم 3، وادي رقم 4، اخر حاجة العمود بلفتين رقم 5. حابة اقول لكم حاجة، السطر ده لو كان فيه اي غلط في العدد استحالة ان هو يبان في السطر اللي جاي، هيبان في السطر بتاع التكرار اللي زيه. ادي 5 زي ما بدأت هنا السطر ب5 عمود بلفتين. فالافضل ان احنا نراجع دايما علشان ما نضيعش وقت كتير في ان احنا نفك ونرجع تاني نبدأ في السطر علشان نشوف الغلطة فين. هنفك سطر كامل ونرجع للسطر اللي هو زي ده ونراجعه. هرتفع سلسلة واحدة للسطر الجديد وهلف الشال، وهبتدي هنا اشتغل على ال5 عمود بلفتين اللي قدامي دول. شغلي كله جرس حشو ومش اكتر من كده. على اول عمود انا ببدأ، هدخل كده واشتغل، ادي اول غرزة حشو، وغرزة الحشو رقم 2، مش بنفوت اي اعمدة، على طول شغلي كله على الاعمدة كلها غرز حشو. ادي كده غرزة حشو، وهمشي كده على الاعمدة كلها، كل الاعمدة اللي عندي، كل الاعمدة بتاعت الموجة، سواء اشتغلت 5 عمود في نفس السلسلة او عمود واحد، على كل الاعمدة اللي بتقابلني بشتغل بالطريقة دي. عايزة بس اعدي معاكم الجزء ده، مفيش اي اختلاف، انا قدامي اعمدة بشتغل عليها غرز حشو لحد نهاية السطر. ادي كده غرزة حشو، وكمان لما بتشتغلوا السطر ده اللي هو سطر غرز الحشو بتلاقوا بيظبط لكم السطر اللي فات كويس قوي، هيخليه متماسك وشكله واضح لحد النهاية. طبعا انا بشتغل بنفس الطريقة، او شايفين كده شكل السطر بقى متماسك عن الجزء اللي انا لسه ما اشتغلتش فيه. هكمل لحد النهاية، هكمل هنا لحد نهاية السطر. برضو انا راجع لكم انهي معاكم السطر علشان في نقطة كده ما تفوتوهاش. انا بشتغل كده غرز حشو، وادي اخر عمود هشتغل عليه غرزة حشو، وما ننساش هنا السلاسل دي اللي هم الاربعة على السلسلة الرابعة، حابين تعدوا ماشي، وبنشتغل عليها حشو لان هي عندي لما فوتهم ال4 سلاسل دول انا اعتبرتهم عمود بلفتين. يبقى كده ده شكل السطر لحد دلوقتي، وهم دول سطرين التكرار، سطر الاعمدة بلفتين اللي بنشكل فيه الموجة، وعلى طول بعده سطر الحشو اللي بنمشيه على الأعمدة. هبدأ معاكم التكرار يعني كده جزء بسيط، تكرار السطرين دول بنعتمد على الشكل ده بنفضل نكرره. فهرجع ارتفع 4 سلسلة بعتبرهم عمود بلفتين، وبلف الشال، ابتدي اكرر تاني شكل الموجة، ده طبعا وش الشال. الجرزة حلوة قوي على فكرة. لف لفتين، وهبدأ هنا ال4 سلاسل اللي اعتبرتهم عمود بلفتين، هكرر ال5 عمود دول. فال4 سلاسل دول اول عمود عندي في نفس غرزة الحشو اللي هي اول غرزة عندي، هكمل، ادي كده العمود بلفتين رقم 2، وادي رقم 3، كده رقم 4، واخر حاجة العمود بلفتين رقم 5، 5 عمود بلفتين. الأعمدة الفردية اللي بنشتغلها أول عمود فيهم
على طول بنشتغل على السلسلة اللي بعدها. أول سلسلة أو يعني أول غرزة عندي فاضية بدخل فيها وبشتغل عمود بلفتين، وده بيبقى كده أول واحد من التسعة. ألف لفتين، أفوت غرزة وأروح على اللي بعدها وأشتغل عمود بلفتين. لو الغرزة بقت واضحة جدا ليكو دلوقتي، استنوا تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تشوفوا لما هنرتفع بالسطور شوية الغرزة شكلها تحفة. ادي كده 3 عمود فردي وهكملهم، عايزين نكملهم 9. لما هتشوفوا شكل الغرزة بعد ما هنرتفع بالسطور هتتحمسوا ليها وهتجربوها في مشروع كروشيه، لان هي جميلة كلاسيكية وقديمة طبعا غرزة المروحة، والنتيجة بتاعتها بتبقى يعني مفيش اختلاف عليها. ادي كده عمود بلفتين، افوت غرزة واروح على اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين، وهكذا افوت غرزة. عايزة اقول لكم الغرزة دي سهلة قوي، بس بصراحة عايزة تركيز جدا في العدد، وإلا يعني هتلاقوا نفسكم بتضيعوا وقت في أخطاء كتير وترجعوا تفكوا الشغل وتعيدوا تاني. فركزوا من البداية. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام اشتغلت 9 عمود بلفتين فردي. خلاص كده احنا بقينا عارفين ايه هو العمود بلفتين الفردي. الف لفتين وهنا مش هفوت سلسلة، هروح على طول على الغرزة اللي بعدها، او مش هفوت غرزة، على طول على الغرزة اللي بعدها وهبتدي اكمل شكل الموجة اللي هي زي دي. يعني هشتغل 5 عمود بلفتين. انا اشتغلت الاول وادي التاني وادي رقم 3 في نفس المكان. ايه دي 3 اللي انا اشتغلتهم لحد دلوقتي. انا مقربالكوا الصورة قوي فيعني تقدروا تعدوا. شكل الغرز واضح واللون مساعدني وجميل بصراحة. تمام كده ايه دي 5 زي الخمسة دول هتلاقوهم في نفس المكان، وعلى الغرزة اللي بعدها على طول. كمان انتوا هتحسوا ان في مثلا لو في يعني غلط في العدد هتلاقوا المكان ده مش ماشي موازي لنفس المكان اللي في سطر التكرار اللي قبله، هتلاقوا يمين شوية شمال شوية، فكده اعرفوا ان في غلط في العدد. اكمل كده عمود بلفتين بس كده ادي 5 اهو شايفين في نفس المكان بالظبط، مفيش اي تغيير في نفس المكان تماما. يبقى انا كده عندي العشرة دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 عمود بلفتين، 5 في غرزة و5 في غرزة. الف لفتين وعلى طول على الغرزة اللي بعدها هبتدي اشتغل الاعمدة الفردية اللي هما 9، وادي اول عمود فيهم عمود بلفتين، بيبقى جنب وبنفس الطريقة العمود ده كان جنب الخمسة اللي انا بدأت بيهم على طول. هلف لفتين وهكمل شغل الاعمدة اللي هما 9، يعني لو سمحتوا لما تيجوا تشتغلوا الغرزة دي ريحوا ايديكوا كمان عن يعني لو انتوا شايفيني مريحة ايديا ريحوا ايديكوا كمان شوية، النتيجة هتبقى احلى. افوت غرزة واروح على اللي بعدها واكيد برضو لو لسه ما عملتوش لايك على الفيديو انزلوا دلوقتي اعملوا لايك، وكمان شاركوا مع كل اصحابكم علشان الكل يستفيد. ادي كده عمود بلفتين ولف لفتين افوت غرزة واروح على اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين، ده رقم 8. الف لفتين افوت غرزة واروح على اللي بعدها، ودي اخر، ادي طبعا غرزة فاضية في الاخر لازم تبقى موجودة عندي كده، لو ما لقيتوش كده يبقى فيه غلط في الشغل. ادي كده 9 زي 9 دول، وادي شكل الغرزة، هي غرزة منظمة جدا، سطرين تكرار طبعا في نهاية السطر هنا. ادي اخر غرزة عندي اللي هي هكرر فيها الخمسة دول، لازم علشان تتأكدوا ان شغلكوا صح يتبقى عندكم غرزة حشو في النهاية، بيبقى كده العدد ظبط. ونشتغل عليها، ادي كده رقم 2، رقم 3 عمود بلفتين،
ورقم 4، واخر حاجة العمود بلفتين رقم 5. وكده خلصنا تكرار السطر رقم 1. كررنا السطر رقم 1 وظبط معانا 5 عمود بلفتين هنا في النهاية، 1 2 3 4 5. هتلاقوا الجوانب برضو مظبوطة جدا، امشوا بس معايا كده على الخطوات. وادي هنا البداية 5 عمود بلفتين، يبقى ده تكرار السطر رقم 1. طبعا تكرار السطر بتاع غرز الحشو ما فيهوش اي تفاصيل ولا اي صعوبة، مجرد بس ان احنا بنرتفع سلسلة واحدة وبنلف الشال وبنبتدي سطر غرز الحشو. خلينا نقول ان ده ظهر الشال بس، هو برضو شكله جميل جدا. وببتدي ابتدي كده من اول عمود هيقابلني، اشتغل حشو وهمشي كده على كل الاعمدة اللي هتقابلني، غرزة حشو فوق كل عمود بلفتين. لحد نهاية السطر، وده شكل الغرزة. هكمل لحد نهاية السطر، وادي الشكل الناحية التانية، شكل الموجة لسه طبعا بيبقى واضح يعني بعد شوية كده من السطور. وبس هي دي الغرزة. هسيبكم دلوقتي وارتفع شوية بالسطور وارجع لكم نشوف الشكل مع بعض. وادي شكل الغرزة بعد ما ارتفعت شوية بالسطور. برجع افكركم، انا في البداية ضعفت رقم 19 مرتين علشان يديني مجموعتين، هو ده شكل المجموعتين، او خلينا نقول تمويجتين. ادي شكل الموجة، 2 موجة غرزة مفرغة، وادي الجوانب مظبوطة جدا مش محتاجة اي شغل غرز على الجوانب في النهاية، يعني الا اذا حبيتوا تشتغلوا مثلا على الجانب تمشوا بسطر من غرز الحشو. وفي الاتجاهين رائعة، يعني الاتجاه ده زي ما انتم شايفين كده شكل الموجة، ده يعني اتجاه السطور زي ما انا بشتغل. ممكن لو لفتوها الناحية التانية هيدي شكل الموجة. طبعا كده انتوا فهمتوا قصدي، انه لما بتشتغلوا شال لازم سلسلة البداية تكون بعرض الشال علشان شكل الموجة يظبط معاكم. وطبعا ده شكل الغرزة من الظهر، جميلة يعني الشكل مش وحش خالص لو هتشتغلوها شال. وزي ما قلت لكم تمشي حاجات كتير، تمشي ملابس هتبقى تحفة، ستارة هتبقى روعة، كفر مخدة برضو هتبقى حلوة قوي. الغرزة دي تمشي للصيف وللشتاء على حسب بقى الخيط اللي انتوا حابين تستخدموه. لو حابين تشتغلوا الغرزة دي للصيف فانا برشح لكم اليز ديفا، هيبقى جميل لانه هو خيط رفيع. وممكن برضو اليز كوتون جولد هوبي برضو هيبقى حلو. انا شايفة يعني ان الخيطين دول السمك بتاعهم هيبقى ماشي مع الغرزة قوي. مبسوطة جدا انكم وصلتوا معايا لحد نهاية الفيديو، ولحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله.